وارحب فيكم مرة ثانية بجراسيك بارك. طبعا اللعبة قيد التجهيز، بعدها لعبة جديدة ما نزلت في السوق بس ممكن تحصلونها في ستيم، اللي هي الديمو هاي اللي نحن قاعدين نلعبها، واللي هي توفر لنا ان نحن شو نسوي، نشوف نبذة عن اللعبة. اخر مرة سوينا شيء اليف، ياكل شيء اليف يعني. انا اتصور يمكن انهيها على هالحلقة على فكرة، بسوي هذا صغير وريس في بطنه، بس هذا حطي له سب كهرباء. انا اسوي 5 10 واتفر عنا فلوس وايد، 10 في ميل والله يبالي شوي وقت، اذا بجهز كمية يبالي وقت. بس هاي اللي بحطيهم مكان مبسيدة، مكان وعر شوي، وبسوي حركة شوي، شبك مربع و يعني احس مش راكب على الوضع. 15 واحد ذكر، حط كمية منهم بعد عشان يسوي مشاكل. تبون صدق ابغى ابغاهم يسوي مشاكل، ابغى وين ما تمشون حول الشبكة تحصلونهم. اظني ممكن نحن في عندنا التول اللي هو يعدل الارض، ممكن نعدل الارض، ممكن نسوي شيء، نحط لهم حصى، نحط لهم اماكن يتخبون فيها، نحط لهم شير. بس هاي اللي بالهم شجيرات صغار احس، يعني سويت كله في ميل. انا يا حبيبي سوي، مو مشكله عادي، بنسوي لهم منطقه كبيره مو مشكله. ليش ما سوينا كبار شوي؟ لحظة أنا شو سويت؟ سؤال، أنا سويت شي غلط. شو كنت بسوي؟ هاي الصغار، هاي اوكي، هذا اللي كنت بسويهم. سوي ميل 15 حبة، سوي لونه، لا هذا لون حق انثى يضطر، هذا لون ذكر ولا لا؟ هذا ذكر بيكون احمر، بنسوي له بريد 15 واحد، وبعدين بنسوي بسوي 10 حريم، خل 5 عزاب، لازم يكون نسبة عزاب في المكان صح، يسوي مشاكل شوي. خلينا نشوف، بس it's very aggressive، وايد عدائيين في منطلقهم. اذا شفتوا دراسك بارك، حد اللي شاف الفيلم يقول تحت انا شفت دراسك بارك. انا اللعبة هاي تذكرني بدراسك بارك، بس محتاجة ابنية، محتاجة الانتاية، قلنا بنحطيها هاي كيوت 10 اناث، تذكرني في دراسك بارك، بس احسها محتاجة شوية وقت اكثر واحد يمضي عليها. نحن قاعدين نشوفها على الطاير ان اللعبة مش كاملة، لو اللعبة كاملة بنكمل فيها، بيكون عنا كل شيء. شوفوا حديقة ملاهي، دنيا، سوالف، بعض الأمور ممكن نسوي فيها وايد شغلات. بس في نهاية اليوم نحن اللي نبغى نسويه نستكشف شوي في اللعبة. لكن خلينا نشوف شو وضع الشبكة هنا، شبكة كهرباء أو شيء، وود فنس إلكتريكا إلكتريفايد، هذا حلو حق البروتكشن، رائع وايد حلو. انا بسوي هاي لان انا ما اثق فيها بصراحة، بصراحة ما اثق فيها. ابى اسوي منطقة كبيرة وفي النص ابى اسوي شارع يمر الناس اللي بتطالع تدخل في نص الحديقة. والله فنانة، اروح احط عليه بل نفس ما ابغى. مش نفس ما ابغى بالضبط، اوكي بسوي لهم مخبأ صغير هناك، مو مشكلة بسوي لهم مخبأ صغير.
اوكي شوي اللعبة قامت تشفر معاي، بس اتذكر انه هاي بيتا يعني عادي يكون فيها اخطاء يكون فيها كذا. بس بنحطي الشبك، نوصله في الشبك، ما في فتحات اهم شيء. هاي شبك مكهرب يا جماعة الخير، ترى هالشبك مكهرب. ونبي نحط الشارع نعطيهم إحساس لشو؟ الشارع في الوسط يمر ممكن، ما أقدر أحط شارع كاملة. ومن هاي بمد اسفلت، لين الشارع الثاني اللي هو اساسا نحني منه. بس هذا هني تصور هالحبة هاي، هالحبة هاي يعني ضبطت القياس كامل الا هني، اللهني اللهني مغايظ بي على فكرة، مغايظني مغايظني أب. ما بسوي لي دري، تخلى خلى بسوي لهم هايل، هاي الأعشاب عشوائية يمشون فيها، وسط الأعشاب بحط الشير، بنحطي لهم اكل، بنحطي لهم دنيا. بس للحين ما حطينا بيبان، ما سوينا ولا منتزه، ان المنتزه يكون شو الناس تروم تدخله. بس اظني غلطه اذا يدخلون وسط هايل، عند الديناصور وزنه طن اثقل عن الجيب، الجيب هذا اظني 700 كيلو، لا مش 700 كيلو يعني، بس ان الجيب هذا خفيف 1500 كيلو شيء يعني. هذا الديناصور وزنه وحجمه من حجم الجيب، يبغالنا سياره مصفحه اذا ندخل داخل. بعد اذا التموا عليها يمكن يكسرونها. قلت لكم شوفوا الفيلم الصراحة يعني، يبي العيد في شيء يذكرني بشيء. بس اللعبة جرافيك مالها ترى جميل جدا جميل يعني. براويكم عقب شوية بنحط ديناصورات كيف ان اشكالهم حلوة. اطلع فوق شوي، شكرا. منطقة مغطاية بشكل جميل، نبغى فيها بس في الوسط شير. أبوهم يلتمون تحت الشير هايل، خلينا نحطيهم في المنطقة، بنحطيهم في المنطقة بعد شوي لأن الوضع يبالي حصة. الوضع يبالي حصة، لازم تخبون ورا شيء. ممكن نتم ساعات على فكرة نعدل في اللعبة نفسها ولا نخلص، ممكن نتم ساعات ولا نخلص. خلنا نسوي مدرج هني نازل من أحصى، هي بحصى ثانية تم ساعات ممكن ولا نخلص شيء نفس هذا. في شغلات نفس الليتات وهاي، بس مش حاطين منها الكمية اللي تر. خلنا نحط هاي، هذا مكان مرتب نوعا ما. طريقة الأدوات تذكرني في بلانت كوستر، بلانت كوستر حشيش تحته
جيد جيد بالنسبة لشغل سريع سريع. بنحط لهم أماكن، دحين ما شفت الروتيت أنا. لحظة، إذا دشينا أوبشنز جيم بلاي روتيت ليفت روتيت أند، لا ما نبغى نبغى أيتم روتيت كوما بيريد. أوكي حلو، وايد أوكي، اكتشفناه الحين. دشينا الكي بايندينج، بسوي لهم شلتر هني، بس هذا لا. يس، دمرة دمرة. أبى الشلتر مجابر الناس، والشلتر الحصة هذا يكون هذا المكان. حلو، عندي الحصي هناك. في عندي شلتر ثالث، محتاج شلتر ثالث؟ لا مش محتاج. هذا يمكن الصغارية يخشون فيه، بس ما أظن بيخشون. هذا حق الدياية الثاني، بيكون ممتاز. بما ان هاي الكارنفورز، بنحط الاكل مالهم وين؟ قريب للشفت، اساس كل ما يجون ياكلون الزوار يشوفونهم هم ياكلون. ما في خصوصيه ابدا، تقول خصوصيه انسى زمانك. انا اقول لك ما في خصوصيه، يبون ياكلون خليهم يجون هني، مشكلتهم. خلينا نسوي لهم سلكت. لحظه، ما حطينا لهم ماي صح؟ بيشرب ماي مكان عالي، بعد ابو الناس تشوفهم، بعد ناس تشوفهم. حط الماي هذا، شوفي تعال تعال، ليش طاير في السماء يا حبيبي؟ زين، نبغى نحط لهم اماكن ان الناس تقدر تشوف في نفس الوقت. طلع يا حر الشمس، باهم يكونون مظللين على الأقل. يعني كسر الأرض، بس اتس اوكي عادي، خلاه أأمن الشبكة، خلى الشبكة أمن. انزين، بعيدة شوي هو، بس عندي مساحة يعني، مش انه هاي صغار عيل والله. خل البنت يشيروا هاي الكارنيفور ولا شو؟ هاي كارنيفورز، مفروض ياكلون لحم يعني، مفروض انهم ياكلون لحم، بس مساحة كبيرة عليهم هاي وايد. الشبكة اظني اختيارها غلط. سؤال، بما ان احنا قاعدين نجرب ونحن نجرب، اذا جيت وحطيت نوع ثاني كارنيفور وياهم شو بيستوي؟ خلينا نحط ميل من هذه الخمسة ميل، خلينا نجرب. خسرانين شيء؟ الميل هذا فنان بيكون، والفيميل اللون الافتح. زين، اذا حطينا لهم نوع ثاني كارنيفور وهذا عدائي، بيتجاتلوا؟ خلينا نجرب، يمكن يتجاتلوا، يكون شيء جديد يعني شوي. لازم كله يعني في شبك، اتصور اقدر اسميهم بعد. تعالوا، وين صاروا؟ مع اني سويت لونين ولا لا؟ سويت لون واحد. اوف، شو قاعدين يسوون؟ قاعد يجترون. عندنا 42، استوت المطاردة. أربعين قاعدين يذبحونهم. شوفوا شوفوا شوفوا، والله إني مجرم. هاي الفكرة هاي جهنمية الصراحة، مش طبيعية، من الآخر جهنمية. قاعد يذبحونهم مساكين، كسر خاطري والله.
اول ما نزلتهم قضوا وقتهم بس يلحقون ورا صغارية. على فكرة هي ياكلون ولا ما ياكلون؟ شو يزيد الانرجي مالهم؟ ها شو بيكون؟ هاي العاب، هذا اسمه بس العاب حق الديناصورات ولا حق الناس؟ هذا السؤال ترى. شوفوا الموظفين، مرة موظف حد الحين مرة ما يجيب اي حد يطالع. والله جت لهم الصراحة، ما في رحمة في قلبهم. بس ترى بعد ممكن تعديل الامكانيات، تعديل هذا فعلا مش طبيعية الامكانيات. بس ليش ما يشتغل البرش تول؟ بيشتغل في المستقبل، بيشتغل. اوكي، اروم احطي شجر بالجملة، نايس. اروم احطي هايل، يا حبيبي هاتور رقم واحد. زين الحين خلينا نشوف المنطقة كلها شير، كلها أعشاب. بعدهم قاعد يلحقون ورا صغاري ولا شو؟ أظن صغاري يخلص وخلاص، ما تم حد. بس هالمنطقة أحلى من هاي، هاي هاي فلات، هاي زينة حق الجماعة، حق ال شو يسوون هاي؟ يعانين بس ما عندهم طاقة. شو اللي يزيد طاقتهم؟ فيدنج، هابيتيشن، عندهم ماي، عندهم شلترز، بس ما اظني في شغلات اكثر. الديناصورات الصغيرة اللي ماتوا اظني هاي اللي يعتبرون دياي مال الديناصورات. فيها تسريع اللعبة، نايس. بس فنان فنان، وتشوف الانيميشن هو ياكل. اذا انا واقف هني والديناصور في قدامه، ياكل اللحم القديم ولا يدور اللحم فرش؟ هنا السؤال. خلنا نصير اني بالجيب، خلنا اني بالجيب العجيب صديق الجيب. ناخذ الشارع هني، نمر على منو؟ طبعا يا ليت يكون في مطاعم، في هذا، في اماكن سياحية، في العاب، في سوالف، في حق. اوب وقف، من سدح هذا. وهنا نرى هذا الديناصور القديم يتراوح عمره بين 2,000,000 و 3,000,000 سنة، والان سنذهب الى يأكل الاعشاب من برج الاعشاب. بلا بريك ولا خرابيط، تعال. والان متوجهون الى الكارنيفورس اكلي اللحوم، وهؤلاء هم المفترسون. لا تحطون صبعكم داخل الشبك لانه مكهرب، واذا ما تكهرب صبعكم بيقص هذاك ثاني، بيقضم ايدكم. فها هنا المصايب، وهنا اتينا للجماعة الطيبة. ولم ليس لدينا شارع، حيث ان علقنا في الشارع. ايها الشارع الجميل، وها هنا، يا الله والله منظر جميل الصراحة، خرافي. بس اظني هاي مخرب شوي المنظر، ترى اظني هذا مخرب المنظر. هذا اذا ما يصير حركة مكانه، المفروض اخش مكان شي بعيد. بس هذا معناه اروم اسوي شارع وادخل داخل واسوي في الجبال واسويه. بس في الفيلم في بعض التطورات يقدرون يمكسون انواع الديناصورات. نحن مرة ما نمكس شيء، صح؟ نحن بس نروح نسوي توليد، صح؟ ايوه اظني اسم توليد البريد. والله شيء جميل الصراحة، شيء جميل. انا سويت هذا وعقيتهم على هاي المساكين. هل بعد ياكلون لحم؟ بس انا هايل اقوى من هايل،
هذا 30 كيلو، هذا طن وثلاثمية كيلو. ما شاف الا هذا، ما شاف الا دياي مشوي بس، ما لنا فايدة ثانية. في انواع رخيصة انواع غالية، في تمكيس في الموضوع. في خلنا نرجع سيارنا مكانها، توي ذكرت ما عندي سيارة برا. ريستور بوزيشن، ريستور بوزيشن، ريستور بوزيشن، ريبير ريبير. كريزمون ارمي جرين ازور، خل عنا ثلاث الوان. شوفوا احلى الحين، شكرا. كانوا مضايقين انه في الهواء عالق، كلهم عالقين في الهواء. شو السالفة؟ ممكن تطيح بعد، ارد عليك. شوفوا شوفوا من بعيد عالق في الهواء، متأكد ان انا مش بالضفع. لا اوكي بعد في الهواء، شوف يضيق بالواحد. المهم هاي الحظيرة الثانية. المهم هذا كان الحظيرة الثانية، ياس ناخذ فكرة عامة يعني. بشوف اذا بسوي حلقة ثانية بعد منها، بس هاي مبدأ عام للعبة يعني. فأشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.